السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع، أنا الطالب كريم خل من استديو مدرسة العالمية. اليوم يعتبر يوم مميز بالنسبة لي، لأنه سوف يشرفني أحد الأساتذة الأستاذ الذي يتخصص بهندسة البرمجيات، الأستاذ غيث. أهلا وسهلا فيك. بسم الله، عندي أنا أسئلة. قبل ما نبدأ الهاكينج عندي أسئلة بدي أسألك عنها في حياتك العادية. ممتاز، تفضل. شو هي أهدافك وخططك المستقبلية يا أستاذ؟ لو ما أحكي عن الأهداف، أنا بحب أحكي دائما عن الأهداف العملية. ليش طبعا. العملية؟ لأن هي الشغف اللي أنت بتنظره لقدام، تمام؟ أنا يوم أحكي عن هدفي مش أحكي مثلا بدي أكون صاحب مدير شركة أو بدي أكون إشي بعد 10 سنين 15 سنة، لا، خلينا نقسم الأهداف لأهداف صغيرة. يعني أنا بدي أصير مثلا مدير شركة، بدي أكون عندي شركة برمجيات. هاي الشركة بدها تتكون من البداية لحتى تصير شركة عملاقة أو شركة هائلة، تمام؟ فأنا يوم بدي أدرس أو بدي أعمل الشركة هاي لازم أقسم الجزء لخطط صغيرة. طبعا هذا الشيء مهم، مهم جدا، لأنه بصير عليك كاهل أنه أنا بدي أعمل إشي كبير. لأنه دائما يوم تحكي أنت حلمك، دائما يوم تعمل انت يوم تحكي عن حالك انه بدك تعمل حلم كبير، هذا بكون كاهل عليك. وانا حلمي بصراحه انه يكون عندي شركه برمجيات ان شاء الله. تكون شركه ما بتبيع برمجيات للناس، بتعمل برمجيات للشركات، الشركات اللي نسميها التسويق والدعايه. بصراحه خطه جميله. استاذ انت ليش للحين ما بدات في هاي الخطه؟ لكل بدايه لها نهايه وكل نهايه لها بدايه. فانت لما تكون عندك القدره الماليه والقدره العلميه، ممكن يكون الانسان عنده علم بس ما عنده مال، ممكن يكون عنده مال بس ما عنده علم. فالخبره انت تكتسبها من التجارب العمليه. ما بتقدر تحكي انت من البدايه، انت ما بتقدر تيجي تحكي من البدايه انا بدي اصير مدير شركه فجاه. فانا يوم اجي انا بحب امشي الستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، لانه زي ما بحكوا لك خطوه تدفع خطوه. فالخطوة أنا أتعلم قدر المستطاع عشان يوم أكون بهذا المكان أكون جاهز لإله. أنت كمهندس كيف بتفكر؟ يعني داخل الصندوق ولا خارج الصندوق؟ إذا إحنا بنفكر داخل الصندوق إحنا ما بنكون مهندسين، إذا إحنا بنفكر داخل الصندوق إحنا ما بنكون مبدعين، إذا إحنا بنفكر زي الناس ما بتفكر. يوم تيجي عندك الصندوق الكروي أو المكعب له 6 أوجه، تمام؟ إذا إحنا حطيناه بزاوية معينة العين البشري بشوف بس 3، بس الإنسان الذكي والمبدع لازم يشوف 6 أوجه. يعني أنا يوم أجي أدخل بمجال معين لازم أنظر بكل متطلبات هذا المجال. يوم يحكي على الاستوديو الجميل، يوم أحكي عن الاستوديو ما بكون بس مجرد مكان وكاميرا وإضاءة، لا، بكون الأدوات شو هي، الأدوات المستخدمة شو هي، الموضوع شو هي اللي بدي نحكي فيه. فهذا الموضوع ان انا بفكر لازم تفكر خارج الصندوق عشان تكون مميز بحياتك العمليه والشخصيه. ما شاء الله استاذ الحين الاشخاص اللي داخلين في مجال التكنولوجيا والالكترونيات بيكون تفكيرهم واسع. فكونك كمهندس برمجيات كيف ممكن تحل المشاكل اليوميه تاعتك؟ حلو. هلا انا يوم اكون عندي انا كيف احكي لك، احنا كمبرمج كيف بنفكر؟ يوم اجي اشوف موظف عم بيطبع مثلا بيجي بيعمل عمل روتيني معين، بيجي بيدخل مثلا عنده اوراق حسابات تيجي على اللي بدخلها يدويا على الكمبيوتر على الاكسل شيت او البرنامج، أيوة. البرنامج. فانا باجي بفكر انه اليوم عنده هو حوالي 60 صفحة أو 60 معاملة مالية بده يدخلها على الكمبيوتر، كيبورد تايبينج عادي. أنا باجي بفكر بهذا الإشي، لو بدك أنت 60 ورقة يوميا هذا عمل روتيني. فأنا يوم أجي كأي شخص عادي بقول له أوكي حطهم الأوراق، اطبعهم مثلا بيستهلك مواد، اطبع الأوراق وصير دخل المعاملات المادية هاي بشكل يدوي حتى لو على الكمبيوتر، هذا يدوي. فالفكرة أنا بس أجي أفكر، لا تعرفي انا ايش اسمه، ممكن انا اعمل لك روبوت. طبعا شيء جميل بصراحه. الروبوت مش الروبوت اللي احنا بنفكره الالي، رجل الالي اللي بيمشي وهذا، لا، اي شيء بيعمل اعمال بالكمبيوتر. صح، بالكمبيوتر. بالكمبيوتر لحاله هذا اسمه روبوت. انا بقدر اعمل له روبوت، هذا الروبوت بيجي بقرا الاوراق
تبعته بتكون على الكمبيوتر موجوده السوفت وير، بيجي بيطبع بقرا الاوراق بخزن الداتا اللي موجوده بالاوراق كمثلا القيمه الاجماليه او اسم المعامله وبيجي بيضيفها باكسل. فانا بخلال اذا العمل بيستهلك من الموظف ل 60 ورقه 60 دقيقه، انا مساعد اعملهم ب 60 ثانيه مش 60 ورقه. هاي تفكيرنا كبرمجيين ما شاء الله. في وقتك الفارغ استاذ بتستخدم وقتك بالسلبي ولا بالايجابي؟ الوقت الفارغ هو اصعب 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 يعني يكون اصعب عدو او عدو قاتل للانسان. لان اذا انت بتحكي بوقت فارغ وانت انسان مميز وناجح بضيع الوقت هذا والله راح تندم عليه، حتى ممكن الندم هذا يقل حماسك للهدف الرئيسي. الوقت الوقت الفراغ هو يوم نحكي لاي انسان ناجح، ايلون ماسك مثلا، اسال عندك وقت فراغ؟ قلت ما عندي اكيد. يعني ما هو انسان كل يوم مسافر لدوله عشان يعني يشوف، هو ما بيحب وقت الفراغ لانه هو عنده هدف، بس بنظر للهدف تبعه. تفهم من كلامك انه ما بحب يضيع وقته. ما في ضياع وقت بالضبط. انت لما تكون انت صايم، الصيام تقريبا بالدولة الامارات العربية 12 ساعة، يمكن على الاغلب 12 ساعة تقريبا. ممتاز. انا يوم ابلش صيام انا عندي هدف لنهاية اليوم بقدر اوكل، بس هدف شو؟ انا بعيش باهداف يومية شهرية خلينا نسميها او سنوية، والهدف الكبير بإذن الله. الحين خلصنا من الأسئلة الشخصية، نبدأ في الأسئلة المنت في السبجيك يعني الهاكينج والأشياء. أوكي نبدأ بأول سؤال، ما هو الهاكر؟ ممتاز. هلأ الهاكر الناس ماخذ عنه صورة سيئة تقريبا، يعني يوم أقول لك هاكر أنت هاكر سيء، بس هو لو تيجي على الأصل للكلمة بصير يخاف منه. لا هو أصل الكلمة، إحنا منغير الكلمات، بس أصل الكلمة هو إشي إنه إنسان قوي برمجيا وقوي بالنتورك، ما له أي علاقة بسوء استخدام لهذه القوة، هو إنسان قوي تمام. بس يوم ما نحكي هسه حاليا يندرج هاكر إنه هو يخترق البيانات، يعني ممكن تحكي بيستخدم القوة تبعته بضر الإنسان اللي قباله أو الجهاز اللي قباله. يوم ما أحكي عن الهاك أنا لازم أحكي عن الهاكينج، مختلف تماما. الهاكينج هو عملية اختراق اللي بنسميها بالعربي القرصنة. يوم أنا أقرصن شركة أو أقرصن بيانات مهمة لدى الشركات. الحين أستاذ في فرق بين الهاكينج والهاكر؟ هو الإنسان اللي هو الفرق بيناتهم زي ما حكيت لك قبل شوي، إنه الهاكر هو الشخص ممكن يكون جيد وممكن يكون لا. طبعا يعني الوايت هايد والبلاك هايد هي والهاكينج كمان هي طريقة الاختراق. هل يوجد أنواع بالهاكر؟ هائلة بصراحة. أنت يوم يكون عندك موضوع شائك وموضوع ممكن تبني شركات عليه، ممكن تخلي شركات تنهار بهذا الموضوع، هو الهاكينج أو الهاكر. هاكر في أنواع كثير، يعني في قسمتهم المنظمة العالمية لثمان أنواع، بس هم بيزيدوا من موقع لموقع حسب الأنواع. أنا ممكن أبلش لك بالبلاك هات هاكرز. هسه البلاك هات هاكرز ممكن أذكرهم على السريع. بلاك هات هاكرز، وايت بلاك هات هاكرز، في عندك جري هاكرز، في عندك ريد، في عندك البيبي الأطفال. هذول هسه لهم قصة جميلة. في عندك النخبة أو الخبراء ببعض المجال. وخلينا نبلش في كمان للحكومة اللي بتدعمهم الحكومة. أيوة طبعا الحكومة يعني عشان دعم لإلها بتكون هذول المجالين للحكومة. هسه لما نبلش بالبلاك، البلاك احنا دائما ننظر للبلاك انه سيء، وفعلا هو سيء. هذا الهاكر سيء جدا، يعني الهاكر هذا ممكن يخترق مواقع الكترونيه، انظمه معلومات، يسرق بيانات، والاسوء منك ممكن يدمرها. يعني ممكن انا اسرق منك بيانات بدون ما اذيك، عادي اسرق بيانات، اجي اخذ البيانات اللي عندك اسيفها عندي واروح. هذا يعتبر انسان مريض صح؟ انسان مريض، بس الامرض منه لو انا باخذ البيانات بدمر البيانات اللي عندك. يعني باخذ البيانات بس باخذها ببيعها شركات او بأمشى وبدمر بياناتك، او ممكن انشر لك فيروس طبعا بالشبكه تبعتك، بينتشر بكل اجهزه. اذا عندك شركه فيها حوالي 170 موظف كل كمبيوتراتهم راح تتفيروس. لو نحكي عن الوايت،
هاكرز هو يعني بين قوسين الهاكر الأخلاقي. أخلاقي. هذا الهاكر الأخلاقي هو اللي بنطمح لأي إنسان يصير زيه. ليش؟ الهاكر الأخلاقي لكل إذا بدنا نحكي، إذا بدنا نعرف مفهوم الشيء بدنا نعرف ضده. وضد الهاكر الأخلاقي، ضد الهاكر الأسود أو البلاك هو الهاكر الأخلاقي. الهاكر الأخلاقي إن أنا باجي مثلا على شركة، عندك شركة مثلا فيها ويب سايت، باجي أنا بحاول أخترقها، بس الهاكر الأبيض بيروح، الهاكر الأبيض بيخترق، هو لازم يخترق لأنه هو بيعرف كل أساليب الهاكرز. وأنت ما تقدر تعرف أساليب الهاكرز إلا لحتى تجربها بإيدك. طبعا إما هو الهاكر يعتبر عن تجربة ودراسة بس دراسة. فالهاكر الأخلاقي هو أنا باجي عندك شركة موقع، وحاليا في شركات بتعطي مبالغ مالية للي بتوجد لها ثغرة بالموقع تبعك. عادي بصراحة أنا أخويا نصحني إني أشتغل فيها، حكيت له الموضوع كبير بصراحة إنه لا إنه هو كل بداية لها نهاية، بداية صغيرة على قدك، على قد أوامر، على قد الإمكانيات اللي عندك. جوجل إذا أنت بتلاقي ثغرة بجوجل ثاني يوم إذا بتبعت لها أسا كيف الثغرات بتمشي، أنا لقيت ثغرة بجوجل يعني بقدر أدخل على حساب وأخذ بيانات بدون ما يكون عندي أوثنتيكيشن لهذا الإشي. لقيت هذه الثغرة طبعاً، باجي بكتب إيميل لجوجل لقيت هذه الثغرة وهذا الإشي وببعت له إياه. ثاني يوم يكون واصل لي مكافأة مالية، وثاني يوم أو بنفس اليوم اللي ثاني يوم يكون مكتوب اسمك على جوجل، شكر خاص من جوجل. بس ما بتحس إنه لو عملت هالشي إنه يحكي لك أنت ليش تعمل هالشي وبدون ما تأخذ إذن من عنه؟ صح. تعرف ليش؟ ليش؟ لأنه هذا الإشي هو أوريدي حاطه بالموقع تبعه. بحكي لك أنا بعرض مكافأة مالية بالخصوصية بالاستخدام جوجل، أنا حاطه مكافأة مالية. بس في مواقع ممكن تجرمك أنت حتى لو كنت أخلاقي. أقول لك أنت ما إلك خصوصية، ما إلك حق إنك تدخل على بياناتي حتى لو كنت أنت بدك مصلحتي. أنا عندي مبرمجين، أنا عندي شركة، وأنا بستأجرهم بفلوس، ما بدي فري، وممكن تتعاقب بهذا الشيء. طبعاً إشي بصراحة هو تقريباً بخوف، بس بنفس الوقت يعني حلو. خبرة. أيوة. أنت بدك تأخذ خبرة، تمام؟ ونيجي على اللون الثالث أو النوع الجري. ثيرد كاين هو الجري. الجري خلينا نحكي مثل المذبذب. لا يعني هو مع البلاك ولا ما هو مع الوايت، بيشبه الوضع الإسلامي المنافقين، لا هو مسلم ولا هو كافر. بس شو حلاوته هذا؟ بيجي بحكي لك هذا، أنا بسميه أنا بالنسبة لي مسمى الشخص اللي له القاتل المأجور اللي بفلوس. يعني تيجي عليه شركة صالحة بتحكي له عندي أنا موقع وبسايت بدي تفحص لي تشوف لي فيها ثغرات، أقول لك أعطيني فلوس بساعدك. تيجي الشركة ثانية تقول له بدي اياك تدمر لي هذيك الشركة، اعطيني فلوس بدمرها. يروح. فهو بين البنين، مرة كويس ومرة مش كويس. نيجي عن نحكي عن الرد على السريع، الرد هات كلرز، هم هذول خلينا نسميهم للحكومة، يشتغلوا للحكومة. نيجي مثلا عن البيبي، البيبي هم بسموه أطفال الهاكر، يعني حتى الاسم هيك لحال أطفال الهاكر. كيف هكذا موضوع كبير، كيف تحكي عنه أطفال؟ اللي هو بيجي بحكي لك انا بدي اصير هاكر، انا اليوم هاكر. طب كيف بدك تصير هاكر؟ ما بعرف، بس بدي اصير هاكر، انا هاكر، انا هكرت حساب، انا مش عارف ايش، بساعتين بدي اصير هاكر. هذا البيبي فيه له طرق مش غبيه بس ايزي واي. كيف ايزي واي؟ ما بيفهم بالبرمجه، ما بيعرف شو يعني انترنت، ولا شو يعني انترنت اكس، ولا انت فيروس، ولا لا بلا، ولا بيعرف ايش باي اكواد. بيجي بيفتح على الانترنت هاو تو هاك سمثينج، هاو تو هاك شيء. ممكن اذا حالف الحظ في شركات بتبيع هاي الشيء، تول جاهزه للهاك. يعني هم بس يعني تول جاهزه بتنزل عندك انت بس استخدمها. فهو يستخدم الهاكينج وليس يتقن الهاكينج، فهو هذا بيبي. في عنا كمان شو ضل من الانواع؟ انا والله بصراحه انا عارف الجراي والبلاك والوايت والريد والبيبي، اما الباقي هو انا عارف انه في 8 بس مش عارف شو الثلاثه الباقيين. اوكي خلينا نحكي بالموضوع باختصار. الهاك شو رايك نحكي موضوع الطرق، طرق الهاك اللي هي الطرق. انا كيف ممكن اهكر انسان تمام واحمي نفسي منه؟ يوم نحكي عن الفيشنج، فيشنج هو اذا ترجمتها بالعربي الصيد او بتصطاد، يعني انه هو انسان بيدخل على موقع بيستنى فريسته،
استنى فيزيك هو بيعطيك الطعم. الطعم صح. هو بيعطيك الطعم انت ادخل. مثلا انا الفيزيك ممكن من اسهل الانواع الهاك لانه ما بده جهد عالي بس بده سجاجة او غباء من المستخدم الضحية. يعني انا عندي موقع الفيسبوك تمام. انا عندي الفيسبوك تعرف فيسبوك لما تفتح عليه اي طبعا في عندك URL فوق مكتوب facebook.com. لو انا اعطيتك موقع نفس الشكل للفيسبوك بالازرق وبالتكست بوكس الموجودين والايفريثينج انسايد بس فوق مغير مكتوب facebook.com هل انت كمستخدم عادي انا هدخل افكره انه طبيعي انه هدخل طبيعي. وادخل الايميل والباسورد بالضبط راح تفكر امور طبيعيه بس هو فرق حرف من اليو ار ال اللي فوق وبيفرق معك كثير. فانا هاجي بعمل نفس الويب سايت نفس تبع الفيسبوك وبرسله لك كلينك كانت ضحيه برسله لك كلينك بتفتحه نفس الفيسبوك نفس الامور تمام هاي اوكي يوزر نيم تايب يوزر نيم باسورد ما دخل اليوزر نيم والباسورد اللي دخلتهم بيكون عندي انا. طيب فهمت علي. هاي من اسهل الطرق وانا صارت لي بصراحه قبل 10 ايام بعثت لي ارامكس شركه التوصيل بعثت لي بكل فندق طلبيه. انا كثير بشتري من مواقع وامازون قلت اوكي خلينا نشوف شو هي بعرفش احدد اي طلبيه انا طلبتها. فتت بعثت لي مسج بقول لي في لينك ادفع لي سجل اسمك. سجلت في دفع. انت شكيت في الموضوع مباشره. اول شيء لسببين. السبب الاول ارامكس مطلوب دفع منك مباشره تمام. السبب الثاني قيمة الدفع هيك حطت شك ببالي. 5 درهم. 5 درهم؟ قليلة. بلاش؟ إيش فري يعني إيش فري 5 درهم بس ادفع 5 درهم. فوت على موقع الدفع حط بطاقتك وقانوني وشكل أرمكس وكل شيء. طلعت على URL اللي هو مختلف تماما. كان HTTP. HTTPS كمان بس القفل هذا مش سكيور أو إيش بس مجرد authentication. Nothing important. وبس مجرد الايميل لهذا. فتصلت مع مختلف اليو ار ال اتصلت مع ارامكس قلت لهم في طلبيه زي هيك قالوا لا ما في طلبيه. فبهاي الحاله بترن على المختصين بتحكي لهم في عمليه احتيال بدها تصير وراح تصير للناس. يعني انت لازم تكون مش بس تحمي نفسك تحمي المجتمع من اضرار الناس اضرار الشركات او تستغل ضعف الناس او عدم فهمهم بهاي الامور. هل تنصحنا انه نصير يعني هاكرز او هاكرز اخلاقي؟ انا بصراحة بنصح الناس كلها للتعلم بغض النظر تتعلم تكون هاكر اخلاقي ولا هاكر غير اخلاقي. لازم تتعلم. مش موضوع انا كبير ولا صغير ولا مهندس ولا دكتور ولا طالب انه ما اعرف ولو خبرة بسيطة عن هذا الموضوع. أنا لازم أكون عن دراية كاملة. يوم نحكي هسه من زمان على أجهزة التليفون للطلاب ما كانوا بيعرفوه الأهالي كانوا بيعرفوه من زمان بس هسه انقلبت الآية. فأنا بحكي لك أنت لازم تتعلم أو تأخذ دراية عن هذا الموضوع. ما هي طرق الحماية ما هي طرق الوقاية مش حماية وقاية لإلها. و والهاكر الاخلاقي يعني انا في صاحبي بالجامعه هو بالجامعه كان يحب يكون وايت هاكرز. كان يفوت على المواقع يدخل عليهم يكتشف ثغرات ويبعث لهم ويبعثوا له اما جائزه ماليه او جائزة او يحطوا له موقع اسمه بالموقع. حاليا عنده يمكن 3 مرات نشروا اسمه بالموقع جوجل تمام يكتشف ثغرات هائله. بنصح الهاكر الأخلاقي لازم بس بدك تكون حذر بالتعامل معها لأنه ما تقدر تفوت على تخترق حسابات ناس هي مش مصرحية لك تخترقها. حتى لو أنت ساعدتها زي ما تكون ماشي بالشارع تلاقي باب فاتح تفوت جوه وتسكره وتطلع. أنت ما أنا ما أعطتك أنا باب بيت وأنا تركه فاتح أنت ما لك علاقة. بس إذا أنا طالب أنا ما أعطي صلاحية اشتغل بحدود صلاحياتك. ما هي طرق الحماية أستاذ؟ الحماية من الهاكرز طبعاً ممتاز. هلأ طرق الحماية كثير سهلة أو متعددة. اللي هي أول ما بحكي لك إذا أنت تستخدم مايكروسوفت يوزا دكتور الأنتي فيروس تمام؟ بتستخدم ماك نو نيد تو يوزا دكتور أونلي ماك
اوكي. اذا تليفون، التليفون هي الروابط اللي بتوصلك. الابلكيشن نزلها من من البلاي ستور او من الستور الخاص بجهازك، كان هواوي الستور الخاص بهواوي، سامسونج الستور الخاص بسامسونج او جوجل، تمام. ما تستعجل بعمليه الدفع ولو 5 درهم ولو درهم لاي موقع. استعن بالسؤال اما للشركه اللي انت ارسلت لك اياها. النقطه الثالثه اللي هي او الرابعه اللي هي انا ما اكون اصدق اي شيء يقال بالانترنت بالذات، لانه الانترنت بحر. يعني هم يقولوا لي انت ربحت 5000 دولار، انا يوم ببعثوا لي زي انت رحت 5، قلت له انت بتعرف شو اسمي؟ بقول لي لا، بالخلص انت بس ربحت. ما في هذا الشيء، هذا الربح الكاذب او الربح اللي هذا بجرك. قلت ادفع نغامي، ادفع 5 دراهم، ادفع هيك بياخذوا المعلومات. ورابع شيء او خامس شيء هي ما ادخل بحسابي الشخصي، لازم افصل حساباتي، يكون عندي حساب جوجل الي خاص، حساب جوجل لاقل اهميه، حساب جوجل او جيميل يعني بمعنى جيميل او ايميل اقل اهميه، وعندي ايميل لو سرقوه اكلوه شربوه ما بيطلع منهم شيء، ما بيقدر يطلعوا منه شيء. فالحمايه انا بسميها الوقايه قبل الحمايه. واهم شيء انت ما تستهين بالكليك اللي بتكبسها بالكمبيوتر، ما تستهين فيها، ممكن هاي الكليك تدمر او تعطل حياتك لمده بضعة اشهر. شكرا استاذ غيس على جهدك العالي، والله بصراحه استفدنا كثير من الله يسعدك. هاي مهمتي انا افيد بخبراتي الصغيره للمشاهدين وولي الامور وللطلاب. اوكي، وشكرا للمشاهدين وولي الامور والطلاب، ان شاء الله استفدتوا في حلقه اليوم، نستناكم الاسبوع الجاي.